العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سألني أحد الإخوان عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سأل كيف أن الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء ذكر أنبياء، ذكر سيدنا موسى، إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا هود، صالح، لوط، شعيب، ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام، وذكر قصتهم مع أقوامهم، فيذكر الله سبحانه وتعالى قصة النبي مع قومه، وكيف يدعوهم إلى الله بالحسنى وبالمحبة، وكيف يكفرون به وبرسالات الله. فآخر ما يكون أن الله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة بآية من آياته ثم يهلكهم إلا المؤمنين. فهذا العقاب من الله العزيز، عندما الله سبحانه وتعالى يذكر القصة ويختمها: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم ويخفي أثرهم ويسمي نفسه بالعزيز الرحيم. العزة مفهومة، الله سبحانه وتعالى عزيز يعاملهم بعزة الإله لكفرهم وإعراضهم فيهلكهم عدلا منه وهو ربهم. لكن أين هي الرحمة؟ لماذا الله يقول سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم؟ هنا لنبحث عن هذه الرحمة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. يجب أن نعلم بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الوجود، رحمة الله للعالمين، تلقى القرآن في قلبه وأعاده وقرأه على قومه، فلا يجب أن يتخيل، وهذا تقليل من قدر سيدنا رسول الله، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو يردد فقط ما أوحي إليه. مع سأل الله أن يغفر لنا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط
صلى الله عليه وسلم. فنجد مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة براءة، الصورة الوحيدة التي الله سبحانه وتعالى لم يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أمر عظيم جلل أن يبدأ الله كلامه دون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الصور كلمة تطمئن القلوب أن الله سيكلمهم برحمته ويخاطبهم برحمته ويأمرهم برحمته وينهاهم برحمته سبحانه وتعالى. فأن تبدأ سورة دون بسم الله الرحمن الرحيم وفيها من الوعيد والعقاب والقتل، حتى فيها آية تسمى آية السيف، كيف يكون قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذا الكلام الشديد بين قوسين وهو رحمة للعالمين؟ فكلما أوحى الله إليه آية نظر صلى الله عليه وسلم برحمة إلى خلق الله، كيفما كان هذا المخاطب فرسول الله رحمة للكل. فالله سبحانه وتعالى ينزل وعيده وعقابه ورسول الله صلى الله عليه يسمع ويتلقى الوحي، وكله حسرة وكله ألم على خلق الله، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا القلب الرحيم وهو يتلقى هذا الكلام الشديد. فخاطب الله سبحانه وتعالى حبيبه بهذا الكلام الشديد وينظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي آخر الصورة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بهذه الرحمة العظيمة، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فغابت بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الصورة، غاب الرحمن الرحيم في بداية الصورة، وحضر الرؤوف الرحيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يدرك هذا الحال، حال قلب رسول الله وهو يتلقى الوحي، لا يمكن أن يفهم كثير من الآيات ولا أن يدرك سرها. فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل القرآن، كل آية تجد فيها نور رسول الله كيف وهي قد خرجت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحيت إليه من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة صورة الشعراء الذي يذكر فيها الله وعيده وعقابه للأقوام الذين كذبوا أنبياءهم. فنأتي مثلا، نأخذ مثلا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن سيدنا نوح فيقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجمين من المرجومين. فصلى الله عليه وسلم لما يسمع هذا الكلام، هذا الذي يقصه الله عليه في قوم نوح يعيشه رسول الله. كذلك سيدنا محمد أتى بآيات من الله ودعا قومه وكذبوه ورجموه وهددوه وأرادوا أن يقتلوه، يعني التاريخ يعيد نفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم
فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فالله سيدنا نوح طلب من الله أن ينجيه هو ومن آمن معه من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوحى إليه يخاف أن ينتهي قومه كما انتهى الأقوام قبله، فلا يريد هذه النهاية لقومه صلى الله عليه وسلم، ولا يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم في الدنيا أو أن يقطع دابرهم أو يغرقهم أو يرسل عليهم ريح. لا يريد صلى الله عليه وسلم من رحمته أن يكون هذا لقومه، وإنما كان دائما شديد الأمل في الله وشديد اليقين بالله أن الله سبحانه وتعالى ممكن يوم من الأيام يؤمنوا، وإن لم يؤمنوا يؤمن أولادهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. فرحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق وبقومه جعلته يتحمل الأذى ولا يريد الأذى لقومه، جعلته يتحمل أنواع العذاب والهجرة وفقد الولد وفقد المال، ولا يحب العذاب لقومه صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى عندما يخبره عن كل نبي وقومه يخاف رسول الله على قومه، مع أنهم أعداء ويكذبونه ويحاربونه كباقي الأقوام، لكنه لا يريد لهم نهاية كنهايتهم صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا القلب الكريم، هذا القلب الكبير، هذا القلب الرحيم، فلما ينظر إليه وإلى رحمته بقومه يقول له الله سبحانه وتعالى عند آخر كل قصة نبي، يقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك يعني وإن ربك يا محمد، ربك أنت يا محمد لهو العزيز الرحيم، يعني العزيز الرحيم، عزيز مع أقوام الأنبياء، عاملهم الله بعزته، كذبوا فأهلكهم، لكنه رحيم بقومك لرحمتك أنت بقومك، عزيز رحيم، عزيز مع الأقوام السابقين ورحيم بقومك كرامة لك يا محمد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر أن هذه الرحمة بهذه الأمة إنما هي لكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الله سبحانه وتعالى: وإن ربك يا محمد أنت سيكون رحيما بقومك وبأمتك لأجلك يا محمد. فصلى الله عليه وسلم قلبه رحمة لا يمكن أن يصفها واصف، لا يمكن أن يدرك عقل رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فضل رسول الله، كما قال سيدنا الإمام البوصيري أن فضل اللهم صل على سيدنا محمد أن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه القصص في كل قصة يعيد في آخر القصة، كل نبي في آخر كل قصة نبي يقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغفور. فذكر قصص الأنبياء سبحانه وتعالى الذين ذكرنا: موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط، ثم في آخر قصة قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولم يقل له فإني بريء منكم، بريء مما تعملون، وهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن آية ثانية يقول فيها الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون براء منكم ومما تعبدون. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة فقال له الله سبحانه وتعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فتوكل على العزيز الرحيم، فتوكل على العزيز الرحيم. فالله سبحانه وتعالى أعاد كلمة العزيز الرحيم، أعاد كلمة العزيز الرحيم حتى يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رحيم بأمته كرامة له صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية ذكر آية ثانية فقال وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لأن هذا الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك حتى يظهر الله سبحانه وتعالى أن كلام الله اختلط وجلال وعزة الله اختلطت برحمة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت هذه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم لأمته ولكل خلق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال له فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. توكل على العزيز الرحيم، عزيز بالأقوام قبله صلى الله عليه وسلم، رحيم بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما هي العلاقة بين العزيز الرحيم والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ بعض المفسرين يقول بأن تقوم القيام في الصلاة والسجود يعني تقلبك في الساجدين وأنت ساجد، يعني قائم وساجد، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقالوا رضي الله عنهم أي تقلبك في الساجدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يؤم الناس يراهم يقول لهم إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، يعني لما أكون ساجدا فأنا أطلع على قلوبكم وعلى أحوالكم وأنتم ساجدون خلفي. هذا كذلك تفسير، تفسير ثالث يقول وتقلبك في الساجدين يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا إبراهيم من نبي إلى نبي في الأصلاب الطاهرة تقلبك في الساجدين حتى خرجت من صلب أبيك عبد الله. هذا كذلك تفسير. لكن العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لا بد أن تكون هنالك صلة بين الآيتين، يعني وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني لما تقوم بوجه أعدائك وتقوم بعزتك وممكن بشدة، أشداء على الكفار، هذه من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، فبالنهار تواجه الكفار وتدافع عن دين الله، فيمكن في النهار أن يظهر عليك شيء من الشدة الذي يراك حين تقوم لها صلة بالعزيز. تقوم تدافع عن دين الله، ممكن أن تحارب، ممكن أن تقتل، هذه عزة الإسلام وعزة الله. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، كيف تنقلب من هذا الرجل الشديد دين الله تتقلب إلى رجل ساجد يدعو لأعدائه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة لكل الخلق. لهذا سورة الشعراء كلها بدايتها، في بدايتها الله سبحانه وتعالى يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صلى الله عليه وسلم، يعني لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك يا محمد لأجلهم، لأجلهم أهلكت نفسك،
فالله سبحانه وتعالى لما يقول له لا أهلكت نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله سبحانه وتعالى، من خلق محمد؟ الله. من زينه؟ من جمله؟ الله. من جعله رحمة للعالمين؟ الله. من قذف هذه الرحمة في قلبه؟ الله. لما خلق محمد صلى الله عليه وسلم وجعل هذه الرحمة في قلبه، ألم يكن يعلم بأنه سيكون رحمة لأعدائه ولكل الخلق؟ ألا يعلم أنه كان سيهلك نفسه لأجل الخلق؟ الله يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تهلك نفسه حتى يعرفنا بقدر رحمة رسول الله. هذا ثناء من الله على نبيه، وليس عتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو خلقه وجمله وزينه وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم. خلقه، من خلق؟ الله. من زينه؟ الله. من جمله؟ الله. من جعل الرحمة في قلبه؟ الله. من جعله رحمة للعالمين؟ الله. ثم يثني عليه ويقول له وإنك لعلى خلق عظيم. الله لما يقول لسيدنا محمد إنك لعلى خلق عظيم، أيثني على الصنعة أم يثني على الصانع؟ يثني على الصانع سبحانه وتعالى. فتناؤه على نبيه محمد إنما هو ثناء على ذاته، يثني على ذاته بذاته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصبح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يسميه أهل الله مظهر الصفات، مظهر صفات الله. عندما يريد الله أن يتجلى بصفة يتجلى بها عن طريق حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جمله ويثني عليه. فلما يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، يعني سبحان من خلقك بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. فإنما يثني الله على ذاته، عند ذاته بذاته برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يتعتبر الصلاة على رسول الله ذكر لله. لما الإنسان يصلي على رسول الله إنما هو يذكر الله بصلاته على رسول الله. كيف؟ لما نصلي على رسول الله نصلي على رسول الله لعظيم قدره. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، اللهم صل على سيدنا رسول الله الذي تنحل. نصلي على عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نثني على رسول الله، نثني ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثنينا على رسول الله، هل نثني على رسول الله أم على من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنكون بتنائنا على رسول الله نثني على الله سبحانه وتعالى. لهذا تعتبر الصلاة على رسول الله ذكر لله، لأننا نظهر فيها عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عرفنا بقدره، اللهم عرفنا بقدره العظيم صلى الله عليه وسلم. لهذا ما دمنا في هذه الأيام أيام القرآن، لا يمكن للمؤمن أن يدرك شيئا من حقيقة كلام الله إن لم يدخل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دخل إلى قلب رسول الله يصبح القرآن كأنه يوحى إليه، تدخل إلى قلب رسول الله فتفهم كلام الله بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت غريبا عن رسول الله، بعيدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تسمع الكلام وأنت بعيد من الخارج، فتسمعه بعقلك فتفهمه بعقلك ثم تنساه إن فهمت أو أدركت شيئا. بعقلك ولا صلى الله عليه وسلم. الله يعرفنا وإياكم بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
وبارك الله فيكم، وفقهني وإياكم بكلام الله، وجعلنا من خاصة الله أهل الله سبحانه وتعالى، أهل القرآن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله.